هرب؟ هرب ازاي؟ طيب انا جاي لك دلوقتي حالا. يلا مع السلامة. هرب يا ابن المحظوظة يا ابراهيم. انت مبسوط يا معلم؟ انا لا مبسوط ولا زعلان، انا ماليش فيه اصلا. ازاي يا معلم؟ افهم الزلطة، ابراهيم شال الشيلة وخلاص، يتسجن يهرب، الحكومة تدور عليه، ملناش فيه، احنا بره الليلة. بس ايه حكاية الجدع اللي هرب بيه ده؟ قلتلكوا قلتلكوا الداخلية مش هتسيبه، ما صدقتونيش. طبعا ما هو اللي ظهر وما تربش على بطنه. لا ظهر ايه؟ ظهر ايه ده ظابط؟ عجبكوا كده؟ تقدروا تقولوا لي هنتصرف ازاي دلوقتي؟ انت شايل هم ليه يا حاج؟ القضية ولبسناها له خلاص، الداخلية بقى تهربوا وتسجنوا، هم أحرار. مظبوط كلامك يا متر، صح جدا. هو ايه اللي مظبوط يا حماد؟ ايه اللي مظبوط؟ نفسي افهم انا. طب حد فيكوا ضامن الواد ده بعد ما هرب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يا اما هيدور على حته يتوى فيها، يا اما هيسيب البلد ويمشي. وبعدين يا حاج مالك؟ ما تطمن، مالك موسوس ليه؟ انا هادي مش مطمن، حاسس ان الحكايه دي مش هتنتهي على خير. شفتوا اللي حصل يا بهوات؟ اوعى تكون فاكر باللي انت عملته ده انك ساعدته. سليم الانصار انا هجيبه حتى لو كان في بطن امه، وهحكمه بتهمه الهرم عشان قائمه اتهاماته تزيد تهمه كمان. يا صلاح بيه حضرتك مش مصدقني ليه؟ انا والله العظيم ما ساعدته. وهارب لوحده كده؟ يا فندم الموضوع كله حصل فجاه. احنا بنلعب بقى مش بنشتغل، صح؟ لعلمك بقى لو ثبت انك حتى مش متواطئ معاه هحاكمك بتهم تضع سلاحك الميري طبنجتك اللي هو اخدها منك. يا فندم الموضوع كله حصل في دقايق، وانا كنت بحاول امنع بقيه المساجين ان هم يهربوا. عشان كده سبته يهرب. اتفضل يا فندم، انت متحول للتحقيق وموقوف عن العمل. بوريني بقى مساعدتك لي دي هتفيدك بايه لما تلاقي نفسك انت وهو في زنزانه واحده. رزق يا فندم. ودينا على فين يا عم؟ ودينا على فين؟ حمشي مش عايز اسمع نفس. اسمع نفس ايه؟ يا نهار اسود، انت مش سامع السرينه؟ اسكت. وش ايه؟ وش ايه؟ ده انا اعلي صوتي. اسكت. يا ريتهم يجوا ينقذوني. رزق وكمان هنقعد؟ انت ايه يا عم، ما انت سامع السرينه؟ يا ابني ترزع بقى اقعد، الصوت بيبعد مش بيقرب يعني. خلاص مشوا مشوا مشوا. طب افرجهم يدوروا علينا، ولا حد من اهل الميتين جاي يزور، ولا حتى التراب جاي يشقر علينا؟ ماليش دعوه، انا اقول لهم ان انت اللي مهربني. يا ابني محدش بيجي هنا يا ابني، مش شايف الباب بيصد ازاي؟ اخلص بقى عشان اعرف افكر. اسكت. تفكر هتفكر في ايه يا اخويا؟ امال المجرمين بيفكروا في ايه؟ لا 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 لا، اسكت. فكر فكر براحتك، فكر براحتك، فكر، ما تقتلنيش. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ مش تستنى الاول لما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي؟ مصيبه ايه يا عم الحاج؟ كفانا الشر. وبعدين انا مالي الظابط يهرب ولا غرف 60 داهيه؟ انا عملت اللي عليا، ولا انت عايز تاكل عليا عرق ابو تامر؟ عرق ايه اللي هاكله عليك يا ابن الكلب يا جزمه انت؟ خلاص يا حاج لطفي، ما يصحش كده. وانت يا ابني انت، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش تفكر في الكلام قبل ما تقوله، عيب كده. حماد بيه ما ساعدتك؟ اخلص خالص. حاضر. احنا كلنا في مركب واحده، وبعدين الحاج لطفي يعني في النهايه برضه بيعتبرك زي ابنه، واديك شايف الظروف اتغيرت. ولو الداخليه ناويه تحمي الراجل بتاعها يبقى كلنا لسه في خطر. الله، وانا مالي؟ يا جماعه يا جماعه، كلامكم كله زي الفل وعلى دماغي من فوق. ممكن نهدى شويه عشان خاطر نعرف نفكر؟ نفكر في ايه؟ وانا قاعد في عقل عشان نفكر؟ يا حاج يا حاج، لو الداخلية شايفة إن القضية ديت فيها خرم إبرة، كانوا هربوه ولا كانوا خرجوه من المحكمة؟ ما دام هربوه يبقى عارفين إن القضية لابساه لابساه، يعني مفيش داعي للقلق. الله يفتح عليك يا متر، والنعمة أنت دماغك دي تستاهل تقولها ألماس. شفت بقى يا عم الحاج إن الشغلانة خلصانة، وخلصانة بالشياكة كمان، يعني المفروض تديني عرق أنا والرجالة بقى. لا
اهدى على نفسك شوية، عمك الحاج عنده برضو حق، لازم الليلة دي تعدي ونشوف هترسي على ايه. وانا لسه هستنى يا متر. ما قلتلكش تستنى، انا عارف ان انت وراك مصاريف والرجالة بقولك يا عم الحاج طلع له قرشين لغاية ما الليلة دي تعدي على خير. لا قوة الا بالله. بقى كده يا سليم يا ابني، بدل ما تطلع نفسك من المصيبة اللي انت فيها توقع نفسك في مصيبة اكبر. وهو كان هيعمل ايه يعني يا ماما؟ انت مش شايفة الدنيا كلها واقفة قدامه؟ سليم خسر اي حد ممكن يقف جنبه. مفيش حق يا بنتي بيجي بالباطل. خلاص خسر اي حد ممكن يقف جنبه. هو ما عملش كده غير لما اتاكد ان مفيش حد خلاص هيساعده، فقرر ان هو كان لازم يساعد نفسه بنفسه. ده اكيد يوسف جه يطمن علينا لما عرف اللي حصل. مساء الخير. مساء النور. صلاح الطوخي. وبعدين يعني يا سميحة انت تفضلي كده؟ يا اختي مش احسن من حبسته؟ لا مش احسن، مش احسن. في الحبس عارفه له طريق، عارفين هو فين، في فرشه بينام عليها، في لقمه بياكلها. دلوقتي احنا لا عارفين له طريق ولا بيعمل ايه ولا هو. أنا طبعاً مقدر إنكم أهل وخايفين عليه، بس عايز ألفت نظركم لحاجة. لو ساعدتوه على إنه يهرب هتبقوا بتضروه مش بتفيدوه. أيوة صلاح بيه، بس أنا أخويا بريء وما عملش حاجة. هو البريء برضه يهرب. أنتوا اللي اضطريتوه يعمل كده. إحنا اللي اضطريناه، يعني إحنا اللي قلنا له يضرب الولد لحد ما يموت في إيده. إحنا اللي قلنا له يروح يبتز الناس ويحاول ياخد منهم رشوة. والكلام ده كذب وما حصلش منه حاجة. هو ما قدرش يثبت انه كان، ولو بريء بجد كان وقف وواجه واثبت براءته. لما هو تصرف تصرف ملوش اي علاقه بالرجوله، وتصرف زي اي مجرم وهرب. ابني راجل يا صلاح بيه، وهيفضل طول عمره راجل وقادر ربنا يزرع الحق. في حاجه تانيه ولا ممكن تسيبنا بقى في حالنا؟ انا متاسف جدا، بس ليه رجاء أخير يعني، لو حاول يتصل بيكو ياريت تبلغوه إن اللي بيعمله ده مش هيفيده، هيضره أكتر. أنا آسف على الإزعاج. عن إذنكم أنا عارف طريق الباب كويس. أنا مش فاهمة إيه اللي افترى ده. الله الغالب يا بنتي، الله الغالب. يا ابو خبطت عيني يا ابني. هتقطع دراعي؟ مش هينفع، دي مش هتنفع. اصبر اللي بالليل نشوف حل وتغور في 60 داهيه. اصبر. اصبر اللي بالليل ايه؟ وانت عايز نفضل متكلبش مع واحد مجرم هربان من العداله لحد بالليل؟ اخلص بقى اخلص. يا ساتر يا رب. يا ابني مالك في ايه؟ يا ساتر، محصور من صباحيه ربنا ومش عارف افك، ومش عارف افك. عايز اعمل زي الناس فيها حاجه دي كمان ولا ايه؟ تمام اترمي هناك. يلا اخلص، يلا اخلص. طب تعالى معايا. اجي معاك فين يا ابني؟ ما تخلص. طب انا هروح لوحدي هناك ازاي؟ ده انا لو قعدت ثانيه بعد كده اقلع البنطلون وانشره هنا. طب يلا. هات ايدك شويه عشان افك الحزام بس. بط. يلا يا عم انت في ايه جمل؟ يا عم بقول لك محصول من الصبح، من صباحيه ربنا. يلا دورك. يلا ولا مش عايز تتنيل انت كمان؟ اتنيل ماشي. بص هناك
ابص هناك ليه؟ هتتكسف مني؟ لا لسه مش عارف انت ممسوك في ايه. ممسوك ظلم، الدور والباقي عليك انت. الام مسكوك عشان حرامي. انا مش عارف الحراميه شكلهم نضيف كده ليه. امال لما الحراميه يبقى شكلهم كده ولاد الناس هيبقى شكلهم ايه؟ اترمي بقى، مش عايز اسمع صوتك. اترمي. الحمد لله، الحمد لله يا رب. اللهم لا تراد علي، انا اللي جابني، انا مش عايز اقرب. بس تصدق والله مش عارف الواحد يفرح على الفكه دي وشمت الهواء ولا يزعل ولا يعمل ايه. بس هو كده كده رايح في 60 داهيه. يلا هيسخطوك يا قرد، هيعملوك ايه؟ وانت بقى ممسوك في ايه ان شاء الله؟ انت مالك اهلك انت؟ اخص خلاص اهو، مفيش حاجه. هو كده الانسان بعد ما يفك زنقته. انا بقعد لنا بقى عم رامي وبطل هاري. قعدت تقول لنا هنقلب الدنيا وهنعمل ونسوي، اديهم في الاخر هربوه واحنا كلنا واقفين نتفرج. على رايك يا عيسى، شفت الجبروت بتاعهم؟ ولا همهم ناس ملمومه ولا دنيا مقلوبه ولا اي حاجه، وبرضه عملوا اللي في دماغهم ولا كان حد مال عينيهم. خلصت وصلت اللطمه بتاعتكم؟ كنت فاكرين ايه اللي هيحصل بقى؟ يعني بعمل اول ماتش كده هنخ ونسلم، هما اكيد بيجربونا هم يشوفونا احنا بنعمل ايه. احنا لسه هنعمل يا عم رامي؟ يا ابن اهدى، ارحم نفسك وارحمنا، البلد دي مفيش منها رجل. لازم تعرف كده كويس، احسن حاجه الواحد يعملها استنى لما يتخرج شوف اي بلوى يهج فيها. يبقى كده هم عملوا اللي هم عاوزينه مش كده؟ اللي قاعدين في البلد راضيين وساكتين بحالهم، واللي عايز يفتح بقه زينا يسيب البلد ويمشي. يا اخي حرام عليك بقى، انت لسه بتكبر. يا ابني افهم، هم دلوقتي بيجربونا وشوف هنعمل ايه. يعني لو سكتنا وحطينا جزمه فوقنا زي كل الناس هيكملوا طريقهم، انما لو وقفنا لهم بقى. بقول لك ايه يا عم رامي وحياة ابوك، انا الكلام ده مبقاش ياكل معايا خلاص. لازم تعرف ان اللي انت بتعمله ده مفيش منه فايده، يمكن ساعتها تعرف ترتاح. يا جماعه هو زياد ده مش كان صاحبي زي ما كان صاحبكم؟ رامي كان صاحبنا، بس مش معنى كده ان احنا نحصله. هنحصله ليه؟ زياد حصل فيه كده لما كان لوحده، انما احنا لو كتير. يوووو كتير مين يا ابني؟ انت ما بتتعلمش. انت بتتكلم ازاي؟ ساعة الجد محدش بقى جنب حد على فكرة، كله بيقول يلا نفسي. لا طبعا، انتوا شايفين الشباب عملوا ايه على السوشيال ميديا من ساعة ما المجرم ده ما هرب. تاني السوشيال ميديا مدفوع رامي، الشباب اللي انت بتقول عليهم دول زياد بالنسبة لهم مصلحة، هيعملوا بيه شوية شغل وبعد كده في الآخر ينسوه. لا مش كلهم، فيهم ناس كويسة. أنا متأكد. متأكد من إيه بقى بأمارتي؟ في حاجة كده بس مش هقول لكم عليها دلوقتي يعني. عندي مشوار بالليل هخلصه لما ارجع افهمكم كل حاجه باذن الله. ساعتها ان شاء الله هنجيب حق زياد وكل اللي زيه. خليكم معايا يا شباب بقى. حاضر. ايوه يا فندم باذن الله ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. سياده الوزير كان لسه معايا على التليفون بيسالني ايه الاخبار، منفعل جدا. وبعدين الناس فاكرين ان احنا اللي هربناه، الوزاره كلها محطوطه في موقف حرج يا صلاح، نعمل ايه؟ ان شاء الله يا فندم هنجيبه في اسرع وقت. اسرع وقت ده امتى يا صلاح؟ ده لسه كمان لما العيال بتوع التوك شو يفتحوا الهوا وياخدوا تليفونات، وشوف بقى اللي هيعملوه فينا. ما شاء الله هيقلبوا علينا الدنيا اكتر ما هي مقلوبه، نعمل ايه؟ ما تقلقش يا فندم، احنا بندرس كل الاماكن اللي ممكن يروح لها، وان شاء الله في خلال 24 ساعه انا هكون جاي.